وضوح التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة كانت هي نقطة انطلاق كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أكد على أن مجلس التعاون الخليجي قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي، موضحا أن منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، وأن النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية. لمنطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، ولا زال القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياسات عدائية برعاية تلك القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلب لجميعا الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإصرار على ضرورة تحقيق ضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية. وفي الشأن اليمني، أضاف خادم الحرمين الشريفين بأن دول تحالف دعم شرعية في اليمن حرصت على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. لقد حرصت دول التحالف بدعم الحكومة الشرعية في اليمن على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبة بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية. كما تواصل دول التحالف دعم لجهود الوصول إلى حل سياسي الأزمة اليمنية وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل. كما أكد خادم الحرمين الشريفين على أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتمامات المملكة، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمته القدس الشرقية، وتناشد المملكة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني. مشعل النفيعي، يا هلا.